فينك اصلا؟ عايشك بالله عايشك، جيب لي الحساب. الله يبارك. بيني وبينك دلال، مرتي لاحظت لي ملاحظة قلقتني بها شوية. انت سي محسن بكلك تلاحظ لك دلال؟ اش قالت لك دلال متاعك؟ قالت لي الحاج بوها ولا متحرج مني شوية، خاطر المدة هذه الكل كثرت مسارية واللي تراو حلو وجو الصباح. اذا كان بداو يلاحظوا لك في الملاحظات هذية معناتها ناويين يهبطوك اللوطة بعد ما طلعت لفوق. ايش تحبني نعمل؟ يلزمك الليلة تبات لبرا وما تروحش بالكل، واسمع كلامي. بات لبرا؟ يهديك هيا روح لدارك واولادك، علاش عامل في روحك هذا الكل؟ مرتك راهي ما تستاهلش يا خويا. برمشي وروح وحدكم، انا الليله ما نروح الا ما نعمل لهم شوها وفضيحه قدام الناس الكل. هكا هو عاد عملت لي هدنه ومن بعد رجعت. يا ولدي الشوه والفضايح ما تدي حد شيء. اولا هي ماهيش مرتك، ماهيش خطيبتك، ما تقرب لك شيء. لو كانت تهز التليفون تويكا وتعيط لك الشرطه ترزيلك بيسين وجيم. ايه انا نعرف علاش قاعده تعمل هكا، تحب تقضي عليا بالدم البارد. يا راجل شكون يقضي نجم يقضي عليك؟ انت راكسي بحر وما دراك، كما واحد نجم يقضي على بحر بكله. يلعن الشيطان يا شو هذا؟ يلعن الشيطان ما ربي. يا جماعه قولوا لي ايش تحب نعمل؟ انا ما بقى لي كان حل واحد برك. اسمع يلزمكم تسمعوه باش تكونوا شهود عليا فيه. ها شنو هالحل؟ قول لنا شنو هالحل. يلزمني نقضي على هذا سي محسن. شنو بنت؟ يلزمني نكنسوا من قدامي قبل ما يكنسني. هيا 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 سيبوني شبيك شدين دي نعرف نروح وحدي. هيا هيا شنو هذا الولاد؟ يلا عاد الخدمة مقالة الناس. الله يبارك سي محمود، اما تبقينا خلصونا انا شهر ما خلصناش. اسمعوني مليح، اللي عاجبه يخدم يخدم، واللي ما عجبوش حنك الباب ثم غيره يستنى. حبوا تقابلوا سي محسن. بالله تحبوا تقابلوا سي محسن؟ ما عنده ما يعمل سي محسن. لا كان بكم التومة سي محسن. ها سي محسن يستاهل الجوج ما اللي عاملين الكل قدام بيروه. تفضل شوفوا سي محسن وين بايت ليه كامل يخدم عليكم البارح. يخسر شوفوا العجب يا عباد الله. صدقناك سي محمود. لا 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 والله ما تمشيوش. شوفوا ثبتوا مليح، شوفوا راقد مصبات وستيلو طايح من يده، شوفوا تفرجوا. والله الحق فينا احنا. بربي يا سي محمود كيف يقوم اطلب منه السماح. يلا كل حد يشد ماكينته. توجد عليك هالكلام؟ يا حمدين ما تقولوش هكا الولد مفخوط في دختر. عندي مدة ما شفتوش. مفخوط ما نرقيته، رديته مرشد سياحي يجيب لي في السواح لهنا. يجيب لك في السواح؟ معناها انت تستغنى وانا قف عمري نقعد نتكلم في هالقصة وحدي. اسمع اقول لك راني متغشش عليك فرشه فرشه، ما عادش يساعدني. راني نحل الباب قبلني في الصدفه دار العجايب وعصر وعقارب وفاعي وعلوشه والف لغوه على الصباح نسمعها. يزيني يبرد دمك يا شيخ. اسمع هات كاس برتقال للشيخ يا سيدي. ما عادش نشرب البرتقال، يكفيني السكر اللي يركبوني. الشيخ اي طلع لك زويز اللي جايين شكون؟ شنو انت ما هو على هي زوز سواح طلعين هكا الراجل مسبوع والمرأة تبارك الله. المرأة صحيح براني، اما الراجل تعرفه 1000%. عجيب ها؟ انا نقول لك الف واعوذ ولك شفت رهت كيف هذا قبل. لا تعرف وتعرفوا 1000%. هذاك يا سيدي الهاميون. عجيب والله ما تقول لي هالكلام. الهامه نتاعنا اي الهامه نتاعنا يطلع له الشعر في راسه وهيك سلسله في رقبته ومخله و بونجور سي المحرك. بونجورين النست فيه يا مدام.
شنو جابك ربي في الصواب وروحت لنا بوحده فرنسويه؟ لا سيدي الاوراق هولنديه، المدام هولنديه. تبارك الله، حتى هو ما هيت زاد. لا تبارك الله، قل لي بلا جيت راك تفسح فيها في الحوبه؟ بالمناسبه قلنا نمشيو للمتحف العادات والتقاليد. اي ما تنساش باش ترجع لخوك حمطين، تدخل لداخل هكا كلها معبيه الزواحف وعقارب وحنوشه وفاعي وبراول كيفك انت بالزواحف. صعوك ان شاء الله. يعطيك لسعه. شوف شوف كيفاش نمشي. قل لي ذاك الغشاشر هكا اللي تدير يديهم كي الطلاب، ماهوش ولادك هذوك؟ ولاد وفيهم بنتك نرجس هكا تبيع في الشينقوم زاد. يا دعاء البنية نرجس تفرك الله عندها حس تجاري حاد. إن شاء الله وين تقبل تربح. علاش تحبها ما تربحش؟ طالعة البوها سبحان الله. زيدون بقي لا طلة لا ظهرة، ما عادش يعرف أمه. علاش تحبه يعرف أمه وقت اللي يعرف أبوه؟ ما هي جورتين اللي دخلته يخدم عند المحامي العربي النفطي، والعربي النفطي ما هو الحاج مسلم حاطط الوثائق والكواخذ بتاعه الكل عادي، حتى من صديقك الاول يا درعيه موجود عند العربي النفطي. مشات فيا صحيح، يحب ياخو مني كل شيء، وقال لي زيدون انا نصرف عليه ويكبر قدامي، المهم اجي تسكن في الحومه. هذاك علاش انا رصت لي من الحومه مانيش متحرك. توا يا درعيه جد علي الحاج رستم باللي انا يبدا عندي سر ونبوح بيه. مال علاش بطاقة العمرية متاع زيدون خليتها عندك؟ يا درعي اش فيك هذا حد عقلك؟ تحبني نتلف وثيقة رسمية حترسيلي فيها الله اعلم؟ ماني طلعت لوحدة ثانية اش يحب اخر؟ الو 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 صباح، ما لقيتليش سي الحبيب بحره؟ طلعهولي حتى من كرش حوته. بي تعرف كيفاش؟ ملي يجيب لي لهوني القمر يجيبها كل مره الاخرى. عندي مده نستنى فيك وهيك جيت. الصدفه وحدها هي اللي خلتني نخدم عند سي العربي ونورث منه هالمكتب القربج اللي فيه. هالوليد اللي قدامك واللي تربى يتيم في ساحه باب الخوخه في حومه الاندلس يشكر فضلك. حكمت على امي تسكن قدام دارك قد قد. علاش وكيفاش ووقتاش؟ على خاطر خايف لولدها يكبر بعيد عليك ويرجع لك النهار ويقول لك حرام عليك. كنت تبعث الوقافة بتاعك بالقفة والقضية والمصروف وما يقعدش لحظة في البلاد. علاش وكيفاش وقتاش؟ على خاطرك حاسس اللي ملزوم عليك تدفع عوض لهك المرأة اللي خرجتها من الكازينو والمسرح وجبتها معاك لبنزرت لا شفقة ولا رحمة. اللهم إلا إذا كان على نفسك خايف من موسى يكبر ويغرق فرعون. كبر الوليد، شاف بنية في الحومة حبه وحبته، قضيت على الحب اللي ما بيناتهم، وقعت في كل مناسبة تكحر له وتهينه باش زيدون ما يقفش نهار قدام الحاج رستم ويقول له اعطيني حقي، اعطيني حقي نوكل بيه حفيدك اللي هو ولد انسان حكمت عليه باش ما يشوفنيش وانا صغير ما يفرحش بيه وانا كبير. علاش كيفاش ووقتاش؟ الحاج رستم مملوك يا مندراك، خايف العرق يلبه قلبه يردح. علاش وكيفاش ووقتاش؟ يا حسرة يا حسرة على ولد الدايم، على البلانكو انت اللي قتلته ولا هو اللي خلاك ميت حي؟ كملت حرام عليك.
سلبني حقي وحق اختي ما يهمش. اللي خلقنا ما يضيعنا وهك تشوف. اما تحرمني من هويتي مع شكون؟ مع معتوق اللي كان جرد صباحي عند بوك رديتوه فاتق ناطق في حومة اشراف. حرام عليك، حرام عليك. انا هاني ماشي والملف عندك كامل، كون انت خير مني. باش نوصيك على حاجة، الملف ما تحلو الا بعد منام عيني، وقت اللي ربي يكرمني ويهز متاعو. في الامان يا زيدون. والله يا سيد قخيعي، وقتاش باش تروحوا بالطفل وتدفنوه في تراب بلاده؟ يا هكا سي منير طز حكمه، هو لله بالمساله. وانت حبيبك واصحابك وينهم؟ وينهم؟ في الحاجه وعدوا. شدنا روحك عاد، شدنا روحك عاد يا عاد. والله يا لدوجه ملي سمعت بسي الحاج مريض هناك تحدي عليه. الحاج مشكلته مشكلة. يسخايل ما ثم في تونس طبيب كان سي طيب الفرفوري، ومن نهار اللي سافر سي طيب لفرنسا وقعد غادي قال لك ابدا اذا طبيب اخر يقربني. يلا هاكا حتى طاح ضربة واحدة. عسلامة تنفيسة. عسلامة بنتي. عسلامة عسلامة بنتي عسلامة عسلامة. عمي صادق شحالك؟ لاباس. ها اش عاملة في الخدمة؟ ما حبتش تخدم. مش سمعت اللي سموها في المشتل نتاع البلدية ولا شنو؟ عليه مش يخدم يا بنيتي. على خاطر انا ما نخدم في المشتل البلدي الا ما يتعين ذهبي قبلي. شو الكلام اللي تقول فيه؟ اما ذهبي ذهبي في قدرك انت؟ تراك بنت الحاج رست وما ادراك. ها حلوه هذه برد قدر محسوب انت وياه. بربي التنفيسه هو نجح قبلي وعدده خير من عددي. يجي انا نتعين وهو لا. كل حد وقسمه يا بنيتي. تي قل لي دوجة، تي مش قلت هو من جنوبه؟ تي علاش ما يمشيش يخدم في بلاده؟ يظهر فيك عمي صادق نسيت اللي تونس بلاد الناس الكل من الجنوب للشمال. وزيدك حاجة أخرى، هاو أنت مثلا مولود هوني ورزقك في مازل بورقيبة. لا لا شنهاز، أنا ما يضربوش فيها الأبتال، فهمت ولا لا؟ وبوك الحاج يعرف صادق بلانك وشنوه وجدوده منين ووقتها جاو. شهناز اعطي دبابوك عايش بنتي وقلب عليا الهدر. قل لي يا صادق، عندكم واحد موظف في وزارة الفلاحة اسمه سي محمود بلانكو يقرب للعائلة؟ بلانكو يقرب لنا؟ ما عادش بلانكوات الكل فاو من البلاد، ما قعدت الا انا بلانكو وحدي في الدار. أوه يا صادق، ووليدك واختك زهية وبنت خوك سندس والعائلة الكل وين مشيتهم؟ هاي قوم فيسا، قوم بساطة القاعدة، ما عادش قاعدة. بسلامة يا لدوجة، إن شاء الله ما عندك سوي سي الحاج. بسلامة. في دعة ربي. وإن شاء الله لاباس. لا يوريك باس. تعرف يا شهناز، أنت مليحة ياسر، واللي عملت مبروك. عرفت كيفاش تختار بنيتي، ربي زين عليك. وين يا باب؟ لو كان مش امك وابوك راضين عليك ولا راك مشيت في جرتها كالطليان. اللي كان النهار كامل ساكن لي في الكوجينه يطيب في المقارن وياكل ويشرب. وين نسيتوني انت بنيتي؟ الله يسترك بار ربي بقى عليك الصدر. يعيشك يا سندس، ينصرك ينصرك كيما نصرتني عليك ام محسن حسون ولا حسنين ولا شو اسمه. خليه يعرف ان دي وقت تحط على حاجه تخوها تخوها.
بشوية بشوية هدي يا بنيتي وانتي تهد ورد تمشيش زيادة تعب لسانك. خليني بربي انا عضيت على قلبي خليك لساني. الحسنس تحبش نبدأ من توا نخدم معك من توا؟ انتي تعرفش معناتها خدمة في معهد تجميلة؟ معناتها تربية وإناقة ومظهر ليق. شنو تقولها تعرف؟ أما لما تعرفش فليجة اللي يقول كشرتها بالذمة للمكياج من وقتك يا سي كريم على خاطر ويلا الله لا تفرح وإن شاء الله. واه أمي سكت علينا. ظهر فيها مازلت تحبوا تحبوا واحد فرحة بس كيف نهذيك ما حاشتيش بيه بنيتي. ربي يجيب لها مكتوبها من شير أخرى إن شاء الله. الله لا يجي المكتوب ما حاشتيش بيه. تعرفش كيفاش يا نديرة أنا ما عمل عليك من غدوة ممكن؟ ممكن غدوة السبعة متاع صباح نكون عندك. ليه 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 عاد احنا منحلو كان عشان متاع صباح. شنو تقولها ممكن ولا مش ممكن يا بنيتي؟ تنتي باش ترتحني منها يرتحك من عدوك. الطفلة ولات النهار وطول وهي عدت لي وجهي يفرحك يا بنيتي. واه أمي أي خليوك يا صندس عيشك وبارك الله فيك. عيشك بارك الله فيك بسلامة يا بنيتي يهديك ويفرحك إن شاء الله. بسلامة عسلامة وبسلامة سي العربوف. لا سندس مش هذه نديرك اللي شكت بكريم و... هاي هاي عليه عجبتك ولا تحب نصلح لك غلطتك معاه؟ عجبتني يزي عقون راك راجل اش مش تقول سي كريم؟ قداش عنده في حسابه؟ 500 مليون وشوية كما قلت لك في التليفون. سامحني نجم نعمل نظرة؟ هذا سر المهنة يا مدام صندس. أما ما نسالش على خاطرك وعلى خاطر نعرف اللي علاقتك بسي محسن علاقة باهية. أما ما نوصيكش عايشك ما نحب حتى حد يعرف اللي أنا جيتك وقلت لك. هذا من كل مرابيح المعملة؟ لا 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 هذا ما نجموش نعرفوه يا مدام صنص. انت تعرف اللي سي محسن راجل اقتصادي ومالي كبير وعنده برش حسابات في البنك، واحد باسم امه واحد باسم المعمل وواحد باسم كلمة رشمانة. اعطيني حساب المعمل. مدام اعطيتك المعلومة الاولى من رشمانة باش نكمل لك الباقي. اتفضل. هذا حساب المعمل اما فروج اما برشا كمبيالات قاعده ترجع. كثر خيرك سي محمود. عيشك. تفضل هذا ليك. بارك الله فيك مدام صنص ما نوصيكش. تهنى تهنى. عيشك. توا فهمتك يا محسن اما ما خليكش تفلس المعمل يا ما انا ولا انت. باش تحب تشاورني؟ اللي نعرف انا واللي تحكي فيه نذيرة من قبل هو انك انت كنت خطيبها. راس ولد عمي لا خطبتها ولا خرجت من فمي مره كلمه فرحها. باه شنو رايك فيها؟ ما هي خدمت معك مده في الاداره. بنت عائله وطيبه. اللي نعرفه عليها هي كانوا كانت تحب تاخذ راجل. وبصراحه هي ما عملت معايا كالخير. وانا ما عملتش معايا البيت. وشادتها ضدك؟ من يقتلك؟ ضغطت عليها سي تنبوري. الراجل ماشي في باله اللي انا نحب ناخذ بقعته واللي فاتك اغرب. قاعد يحث الاداره باش يستنفوا ضده. الشهاده الشهاده نتاعها
شادة وهي هي ما قالتش اللي أنا كلمتها مباشرة، قالت ثم شكون كلمها في التليفون وما تعرفش شكون. الغرايب يا الدنيا ايه كي قلت لي هكا ما زلت تسمع الغرايب والعجايب. ثاني لو كان تعرفك محسن المسكين شو عمل قبل ما نبيعوا لك؟ شو عمل؟ راهو كلاكم بحكيشكم بريشكم. شنو اللي عمل؟ بيع الصفيغه مرته كلها، بيع بيت الفطور، بيت النوم اللي شريها في العرس، نحاها من تحت جنب وبيعها. اي نعرفه يهب البطيون هذاك والله. خاتمه من صبعه نحاه بيعه. اي حوايجه اللي متعمل بوسه. أي. ولا ينحي فيهم ويبيع. قلنا له ليه؟ ليه هو عيب ما يجيش منه يا غلبه. أي لا. لا ما يجيش. لا وقفتوا له هنا وقفتوا عند حده. اي لا انت حمد ربي اللي ما باعكمش انت والحاج والاولاد وجماع الكل. يا عطي باقي ما تحبوش هكا بليده ونحبه ولا ما نحبوش؟ بلي قل لي يا دوشا اكساني العزيزه حفره في قلبي نحب نعرف قاعده فيها بالملك شكون بيعها الحاج. كان تعرف شكون بيعها؟ لو كان نقول لك شكون بيعها لما هكا تسلتهم كيما دبت انا خدين هكا اللي بيعها. دوشا قليش بيعها المحسن؟ انا نعرف الحاج راهو ما يكيدوش. لما محسن يا راجل بقي محل لسانك كان محسن. يا دوجة قل لي شكون بيعها؟ راه بشدني العصب يعيشك يبارك فيك. تبيعها العمان. شكون؟ عمة شفور. هاي اللي كان عندكم شفور هاك عمار هذاك لو كان تشوفه كان تشوفه ما عادش تعقلو زين اكلوش هكا ولا بالعمليه المحلمحه طويل يا وخي وكف خامة وكل كساوي عامل كهربا مش هو يسوق فيها عامل راجل يسوق بيه ولابس برطلة وشي ومليك شي فوق اللي يتصوروا العقل راه ما نقول لكش ما نحكي لكش لا نكثر لك لا نقلل لك. نهار اللي جاب شي خذ الارض هكا كرتها راجل شددها وماشي وراه فلوس كارتة تحب كارتة وعد الله وعد الله علي وعد الله علينا والله وعد الله وعد الله عليك وعلى راجلي معاك. فيسا يا فيسا سيدة فيسا سيدة لعبت عليا صفرة يا رسول واه يا دخت واه جيت نطير عليك في السوق متسببش في مصيبة زيد يا أختي فيسا أختي فيسا يا أختي تيجري راجلك تسرع يا إحنا اللي وش بيه بابا صادق المسكين بابا صادق هاي يجيب لك مفتاح الكار دوره لك في يدك يدور مسارك اخرج عليا قلت لي مفتاح الكار الو هذه دار سي الحاج رستم مملوك لا هو ما حاجتيش بيه انا حاجتي بلالة دلال مش مرتي بحسن هي هذيك هي سهل انت هي مش مهم تعرف انا شكون على خاطر لو كان نقول لك اللي انا اسمي حبيب بحر هتو تكون تضحك ولهذا خليني متنكر هكا واعتبر اللي المكالمه جايه من شخص مجهول علاش انا قاعد نتكلم فيك ما هو سي محسن زوجك يوهم فيك اللي هو قاعد توا يخدم في المعمل لا انا ما يهمنيش فيه اما انت اجا توا حالا وشوفوا فين قاعد شنو انا نقول لك حالا وانت تقولي حتى نلبسه يا اخي ما عجبتك شاريتو البارحه يا اخي انت تعمل حاجه ما تعجبش على خاطر ما كلمتنيش توا نهارين في التليفون عندي برشا مشاكل في المعمل شنو مع المشاكل؟ المعمل أموره مش ماشية بالكل الكمبيالات قاعدين راجعين والدنيا كازدة والخدامة مش قاعدين يخلصوا رفيق ومحمود قالوا لي الخدامة وقفوا الماكينات وحلفوا اللي ما عاد يضربوا فيها حتى ضرب فلوس المعمل وين مشيت؟ يا أخي المعمل عنده فلوس باش تمشي أول حاجة قاعد يحاول يبيع الهنشير متاع مطر باش فماش ما يخلص منهم تشيشة الفاتورات
شنو دواهم المشاكل الكل؟ دواهم واحد يمشي يرقد ويخمم شوية. لا اقعد حشتي بيك. تسمح لي مدام؟ أستاذ زيدون ما لبس؟ لا لبس، أنا حبيت نشوفك من قريب. حتى أنا قديش من مرة حبيت نشوفك من قريب، أما خفت لا تضحك علي كما تضحك علي أستاذ العربي. باهي سامحوني يا جماعة، أنا يلزمني نمشي، ولات فيها أساتذة محامين. محسن أقعد. خليه يمشي، عندي كلمتين على انفراد الحب نقولهم لك. ولا ما عنديش الحق؟ ما عنديش الحق نكلم أختي؟ يا مدام دلال سامحني، تفضل. أنا اللي قبيل عملتك تليفون. فين قاعدين؟ أهوكو. أختك؟ منين أختك؟ تعرفني قبل؟ المهم أني عرفتك توا. حبك تحدثني شوية على بابا، أنا ما عرفتوش. ولا تحبني نمشي لعم صادق يحكي لي عليه؟ تخاف لما يكونش موضوعي؟ شكون قال لك اللي أنا باش نكون موضوعي؟ مقوى هذه سونس باش تهبلني. جبت المرأة دلال باش تغير على رجلها ولا تغير على رجل آخر؟ ومنين طلع لي هذا زاد؟ نجاوبك بصراحة. شوف، أشكون اللي قاعد يطلع في الدعايات اللي المعمل نقص من السلعة واللي فما كاميونات كل ليلة قاعدة تدخل وتخرج منه في اللوح؟ سي محسن، الحكاية هذه ما ثماش منها بالكل. كي ما ثماش منها بالكل، علاش الكلمات والسلامات؟ هذا ما يكون كان عمك مسعود الأساس. أسمع نقول لكم الزوز، إذا بالحق فما سلعة ناقصة باش تحسب عليكم أنتم الاثنين. وأنا ما جيش البالي أقول لكم أعملوا كما كالجماعة اللي يحرقوا أملاكم باش ما يشدوا عليهم حتى حجة. أنت وحدك يلزمك تعرف إيش تعمل. سمعتني ولا؟ سمعتك سي محسن. فهمتني ولا؟ فهمتك. وانتم الاثنين تدخلوا للحبس. عمار، شكون عمار؟ عمار الشيفور نتاع الحاج المملوك. ايش بيه؟ مش قلت لي اللي هو خرج من المعمل ولا يخدم سمسار؟ هاي هاي ولا يخدم سمسار. ما تعرفش عمل جيش الثانيه نتاع الحاج اللي في مطر. عمار هاي شنو الثانيه اللي في مطر نتاع الحاج؟ هاي احكي لك من شنو. شبي الصندوق تحت ضبوط مليكة. ويني مليكة؟ هيك الداخل. هاي بشوية صندوق فيه العقود تاع العنشير متاع الثانية. ايوش بيك محملو؟ هاي تحب عمار يجي يسرقهم لي ولا يشريهم؟ صحيح ما عادش فاهمة شنو اللي قاعدة تقول فيه. شنو هالكلام الغريب؟ تعرف في ساعة كنت غالطة، ولهذا قررت باش نصلح الغلط اللي كنت ماشي فيه. نمشي لسندس نطلب منها السماح ونكبل على راسها نقول لها سامع عمك. هاي ما خير نعمل هكا ولا ترسلك الحاج اللي عطى بنته الاولى الواحد مجرم لا اصل لا مفصل وقت يا منتا مسكينه شرماها في الخلايا المخلي في الصحراء مع واحد وكان جات الدنيا دنيا راهو يضرب في المسحه في سنه فريفيل عندي. اه مال اه
والله كانك عليان يا سي صادق، هاي نمشيو من توا وهكاكا اتو نكلم منير نعملو تليفون ونقول له ايجا ونعمل له عرس ونعمل له عرس نخلي الناس الكل تتكلم عني. وانا كيف قلت لك ما كنتش ناوي، اما كيف انت حبيت والله ما نرجع في كلمتي. نمشيو اي قوم نمشيو. وين شنو وين؟ نمشيو لغار اللفحة، نمشيو لمغارة الصيد، قال يقولي مش تحققوا. عسلامة عم سلاح، لاباس؟ لاباس. تعرف شكون كان هوني قبل ساعة؟ شكون؟ عمك الصادق. جاء على أساس أنه يطلب في السماح. عبدك زاهية حطت مخ راسها بالبكاء ومشات رقدت. وانت شو عملت معاه؟ في دارك نجم نقول له حتى كلمة. شكون السيد هذا؟ خويا هو اللي قال. شو رايك انت؟ بابا خذا امرأة أخرى بعد ما خرج من السبيطار؟ ايه نتفكر اللي هو خذا ممثلة كانت تمثل معنا في ولادة ابن زيدون يا حسرة، وقت اللي كنا مغرومين بالتياترو. هذا هو سي زيدون. ولد رعية. انا ولد علالة بلانكو. هاي فضل الله. تشكر وليدي. تحشب مني؟ هذا ولدك يا عم أحمد. قربت بحذاك نلقى الناس دايرين بيك وليت رجعت. أنا اللي ناديت باش نقابلك هوني على خاطرك نعرفك تحشم وما تجينيش للبيرو. شو كنا نقوله عم أحمد؟ قاعد تعمل في حاجة ولا لا؟ بدي نعبد في ربي ونطلب في اللطف. ودو تجيني بشدني الحسابات في شركة من شركاتي ونحب نشاورك. قاعد نخمم نحط يدي على معمل الحاج، نحب نهده ونبني في بوقته عمارات كبيرة. قالوا لي اللي شريت سنيت واللي في ماطر مبروك. كما قلت لك ناوي نشري معمل الحاج على خاطر بلغني اللي ماهوش ماشي وهيك نسيب قاعد يلعب بيه، وغدوة بعد غدوة يتباع. وانتي تعرف حكايتي وحكاية بابا في دار الحاج، ذقنا برشا مرات، يلزمنا نذوقوه شوية منه. قوم يا محمد، غدوة تجيني في التسعة متاع الصباح. مو لاباس؟ غدوة نقول لك. السلام عليكم. فتنت يا عم احمد. يا ريم ما قلتليش نذيرة نمشي نخطبها ولا لا؟ ها؟ لشكون؟ الله يرحمك يا بابا. عم سليح جيب لك الوثائق اللي خليهم له بابا الكل. مش مازلت تحب؟ حبك تريض انت اولا. الوثائق اللي جابهم عم سلاح على اساس انه خباهم سنين ومن بعدها صحتهم تحت عصيره في جامعه الزيتونه قبل ما يتراوش في مخه مده، بتكون عندها قيمه يا سندس. الا من الانسان يعرف كيفاش يتصرف فيها. والوثائق اللي لقيتهم انا في مكتب سي العربي كافيه. مضاع على البلانكو مش هو الموجود في عقود البيع. مضاع عم الصادق على اساس خوه اعطاه توكيل. هذا اللي لازم نثبتوه. بابا يعطيه توكيل؟
في حق شنو؟ لازم باش نسألوه، أما بشوية. صدمة البارح شعرة اللي تثبت له في جلطة في المخ، وزاد كتفني ظرف ما يتفتحش إلا بعد وفاته، وطلب مني باش ما نعمل حتى شيء إلا ما ربي يهز أمانته. اش مازال؟ إن شاء الله قريب. سندس، ما نحبكش هك. أنا حسب ما قالت لي عمتي وعم صلاح، فيك الماء والنار، برد روحك. مش ممكن. خليني أنا نتصرف. أنا طول عمري عايشة بلاش خو، والمحامي اللي كان قبلك ما حب يعمل حتى شيء. أنا ما نبرد لما نشوف رزق بابا ما بين يديا. قلت لك برد روحك، ما قلت لك شي برد عزيمتك. ما تخافش، رزق بوك وبابا ما عنده فين يضيع. الحاج رستم صاحب فضل عليك وعليا، أنا صرف علي اللي ردني في المنصب هذا. وعمي معتوك قال اللي هو ما كلم سير عربي النفطي باش يخدمني في المكتب بتاعه إلا بتحريض من الحاج رستم. علاش؟ سير العربي النفطي ما كانش يعرف أنت ولد شكون؟ الحاج رستم ما حبش يطلب منه وصيفة مباشرة. سندس، الحاج رستم فرح بيك وقت اللي جيت من فرنسا وثبت لك أقدامك في أرض بوك وجدك. ما تنساش، الحاج رستم بو دلال وانا دلال. سي محسن قاعد يلعب في الحمرة كحلة، الشاحنات يدخلوا معبين للمعمل يفرغوا السلعة تتحسب وتتقيد ويخلص مولاها، ومن بعد يعودوا يرجعوا الشاحنات في الليل يعبيوا اللوح ويخرجوا. وقال لك سي الحاج قبل ما يعمل له توكيل كان مصحح له في شيكات على بياض، وهوك كل مرة يسيب له شيك بهاك الحسبة، يصب الشيك في حساب واحد صاحبه وبعد يدخله لحسابه هو. نعرفه يعمل أكثر من هكا. والفيلا القمقومة اللي شراها في راس البلاد قال لك عليها؟ ما قال لي شيء، نسمع منه كان ثمش عشاء ثمش سهرية. هوك يقولوا لي هو كتبها باسم أمه. أمه؟ مسكينة أمه، تي لا ينشد عليها ولا يعرف عليها حتى وين. تحبش حاجة أخرى يا سندس؟ نحب ماذا بيا الصنارة متفلتوش. أنت تعرف اللي صنارة عمك بحر شدت أكبر حوتة في البحر المتوسط، أما اللي غالب عليها قعدت حدها حد البحر. خدمة جديدة، هذه الشركة اللي قالت لك باش نكونوها مع بعضنا؟ مرأة واحدة نية ونخدم فيها لله. والكاذب شليه؟ قيلوني انتو ما برك، أنا وياها توا في صحفة العسل. أنا خايف عليك لا تغرق في الصحفة، راهي تزلق. أنتي يجد عليك؟ دلال، زلت فايقة؟ دلولة، شبيك ما تجاوبنيش؟ شبيك للمبوزة؟ هذا كفوية على خاطر كنت نخدم نكلت ونسلت؟ على خاطر المعمل؟ قلت لي تحب يولي يطلع الموبيليات، ها ولله ولا يطلع في الموبيليات والشمخ اللي تبلعنا في الديون العنكوش. وبربي
قل سيبوك هذاك سي الحاج، قل له راي متخافش أزمة وتتعدى، مدام وسعنا في المعمل يزمنا نتضايقوا شوية ومن بعد ربي يعمل دليل. ما تتحركش يعيشك، ما تتحرك ليش، اقعد وارتاح، خليه راقدك في كرشك ولدي ولا بنتي. تسمع فيا؟ تسمع فيا ولا لا؟ تسمع فيا ولا لا؟ وقتاش نمشيو للمحامي؟ المحامي؟ علاش؟ على طرف كمبيالات باش نمشيو للمحامي؟ وقتاش نمشيو للمحامي باش نطلقوا؟ نعم نعم، عاود ما سمعتكش، عاود هذا شنو نطلقوا؟ نتاع شنو نطلقوا؟ بلا مناسبة باش نطلقوا لله. شبيك هجت انت؟ اسمع نكلم فيك، التوكيل راهو عندي ومخبيه وما يطلعوا حتى عد. وانت لله باش باش تعيش؟ كانك على الثانية تبعت والدار هذه مرهونة. انطلقوا. هاوش ربحت منكم دار المملوك، عين تروطة في ساقي. توم زرت سكت له؟ عليك ماهوش مشكل. قل لي سي عمار، شكون قال لك انا نجم نقنع الحاج باش يبيع المعمل؟ الكلام ما يجيش هكا، رجال الاعمال يتكلموا واوراقهم مكشوفه. على خاطر قبل ما نجي لهوني عملت ملف كامل على الارض والمعمل واوضاعه وشكون يقدر يبيع، وعرفت اللي عندك توكيل واسع من الحاج يخليك تعمل اللي تحب. ومادام تعرف كل شيء سيادتك، مادام قاري حسب المعمل. انا ما حاجتيش بالمعمل، حاجتي بالارض. نحب نهد المعمل ونبني في بقعه عمارات للبيع ومغازات وسوبر مارشي كبير. الارض ما هيش للبيع، اللي يحب يشري يشري الكل في الكل. وعلى هذا جيتك لهوني، وانا فلوسي ديما كاش وفي الوقت وراس راس. ونزيدك زياده، حتى العقد جبته معايا مكتوب حاضر باش. ومنين جاتك سيادتك المعلومات هذه الكل؟ يا اخي نسيت اللي انا تربيت كيفك انت في دار الحاج؟ انا سابقك بسنين، انا وانت اخوه شقه. اخوه شقه. اي نعم اخوه شقه، عينا نرضعوا في دبوس الحليب اللي في ثلاجه الحاج، واحد ورا الاخر، وساعات نفكوا الدبوزه لبعضنا. وانت تبارك الله عليك توا وليت سي عمار، ويا مدراك اشكون يوصل لك؟ توصل توصل ونص، حتى انت ما يخصكش. بديت بدايه تعمل كيف حطيت الساق الاولى، اذا نجمت تحط الساق الثانيه كل شيء فاء. ساعات برك في الخطوه الجايه يا تتكسر يا تزيد القدام. قداش سيادتك ناوي تدفع؟ الظرف هذا خذوا عندك، جماعتي حطوا فيه كل شيء، عندك 24 ساعة، وهذا تليفوني الخاص، اطلبني وقل لي، وسرنا في بير. وإذا قعدت تخمم جماعة الحاج ممكن يجيبوا لك مفقد ويلعبوا جماعتهم مع جماعتي وتولي في حل وربط. استغفر الله العظيم، هنا مش مدخلني نربط ما بيناتهم. الله يبقي علينا الستر ان شاء الله. عم احمد، ما تروحش معايا، ما تحبش نوصلك فلوسك هاهم فوقي. ايه
اهلا اهلا اهلا. عسلامة. عسلامة. وحشتك. شوفينا هما قدامك لبيس. عسلامة شهناء. عسلامة. اهلا مرحبا. شو احوالك؟ يعيش. شو احوال محسن؟ وشكون مازال يراهب؟ انت بعد قداش يعمل تليفون؟ يز يومي. تو بعدين نحكي لها. متعة. شكون مش سلمت عليا وانت سبعت عليك العقل مرة واحدة؟ ايه ايه هذيك كانوا منهز واحدة وحط واحدة. ربي يهديها، مش لو كان كملت قريتها راهي دولت حاجة. هكا دخلت لمدرسة الممرضة، قالت لك تحب تتلهى بوها وبقيت العائلة. وتخدم على روحها زادك. هاي يجي يجي احكي لي على محسن يجي. كنت تمشي لسندس، تو تحكي لك عليه خير مني. شكون تقول لي واحنا جايين لهوني باش نتعشى؟ قلت لك اللي انا جيعان باش نموت بالجوع. وقت اللي كنت تخدم في المعمل كنت جيعان ولا شبعان؟ المهم اني توا الحمد لله. جاوبني من غير مراوغه. وانت ما لاباس الاسئله الكل هذه؟ اول مره تعملي استجواب من هالنوع. على خاطر كل خطوه مشيتها لقدام كنت انا اللي نحرك فيك. كنت صغير وكبرتك، كنت ما تعرفش تتكلم كلمه واحده ولا اسمك كل يوم في الجريده. كنت لا عائله لا بلاد لا اصل ولا مفصل. عملت لك بلاد وعائله نظريات اقتصاديه ولا اسمك اسم تجاري. هذا الكل صحيح، وين تحب توصل؟ كان الاتفاق ما بيناتنا انك ما تخدمش روحك بركة وما تمليش كرشك وحدك. مشيو خطوة خطوة، كل واحد منا ياخذ اللي حاجته بيه. قولي اش تحب؟ شنو اللي طلبته مني؟ حاجتي بالمعمل. المعمل فالس، نهار مهيرين على اقصى تقدير ويتباع، وعمري ما كنت نتصور اللي معمل يهمك. في بالي بيه اللي هو فالس، واللي انت هو اللي فلسته. ما نسمح لكش تتكلم الكلام هذايا قدامي. مادام عندك التوكيل نمشيو انا وياك غدوه للمحامي وتبيع لي المعمل. نعم نبيع لك من الكناسه. قلت لي اللي هو فالس غدوه ولا بعد غدوه يتشمع ويتباع في المزاد العلني ونشريه من غير مزيه منك. وقعت فيها وحدك. المعمل ما هوش باش يضيع، قلت هالك ونعود هالك، فهمها عم سلاح. شو بنت، انا قمت بواجبي ووريتك الامضاء الحقيقي بتاع ابوك، اما التوكيد اللي عمله عمك الصادق باش باع بيه المعمل للحاج رستم هذاك مزور. انا باش نطلب نسخه من عقد البيع ونسخه من التوكيل ونقارن. ونزيدك زياده، عمي الصادق قال اللي بابا كان في مستشفى الامراض العقليه، يعني ما كانش ممكن يوكلوا على رزقه سواء كان بعقله ولا بلاش. مال علاش؟ علاش سي العربي بنفتي ما حبش يسمعني؟ سي العربي الله يرحمه وحاسس ما فهمت من بعض الاوراق عثرت عليهم في المكتب كان على نيته. البيع تم على يديه، ما كانش عارف اللي التوكيل مزيف. التوكيل تكتب في العاصمه. علاش ما تقولوش اللي العقد تكتب تحت ضغط الحاج رستم ودلقايد؟ وهو عمك الصادق يخرب للسرايا. أنا كصادق مانيش ساكت له. عجب، مش تو كنت تطلب لسندس في الهدايا؟ سندس الله يهديها، أما هو فجعني، خلعني، طلعني من رزقي، سلمت في رزقي وخيراتي لكل أولادي وأولاد أولادي، وجيت لبنزرت باش نشوف الصادق كيفاش يذل قدامي. تو هذا كلام يعني شكون تتحدثوا؟ راكم على خويا، كيش بيكم؟ على عمي يا عمتي. على انسان غار على رزق خوه. على صادق بلانكو. سيسو يعيشكم. بالك شي منير يورث الهنشير، تو مش تفهمت على الزواج؟ مش كيف؟ مش كيف هنشير يملكوا راجلي؟ كيف هنشير نجيبولو انا في الزهاز؟ انا نرجس ما جابتلي شي في الزهاز، وراضي بها والحمد لله. عمري قلت لك حاجة؟ يظهر فيك ما يهمك في شيء، عندك الحق. انت بوك قداش عرفته؟ شكون قال لي انت ولد علي بلانكو؟ مش ظاهر عليك؟
سامحني إذا كان عذبتك. أنا فاهمك، تحب تعيش عيش على روحك، خايفة لأنه ما عليك. شكوني أنا؟ شبح خايفة للناس يلوموا عليك؟ شكون هم الناس؟ أوهام. انت احمد ربي اللي عطاك توا خو يحبك، مش كيفي أنا. أعطاني خو ما كانش يحبني. أنا كنت نحب نعيش كيف الناس، بفلوسي نشقى ونعرق، وقعدت كيف الناس، قعدت كيف الناس بالرغم اللي عملوه فيا، قعدت كيف الناس بالرغم اللي نحاولي فلوسي. خويا ورستم ولد القايد المملوك، رستم كان يحقد عليا، غاضوا الحال كيفاش كنت حاطت عيني على دوشة بنت لاغة، ما عقرهم ما عقرهم وما عقرنا وما عقر الدنيا كيف تعطيها قيمة. اش تحبني نعمل؟ انتي تعرف انا ما عايش باش نرجع لك.